يلا يا هلا بيك بالعمر اللي جوا اللي هو مراي من السجن اللي برا. تعالوا دوق طعم الحياة المرة، ما حتشوف النور عنا مسودة بالمرة. من ورا مجتمع فاسد كمان ضميره فاقد، اللي لبعضه حاسد وعلى الخير سادد، مال الفقير سارق والمسكين ساكت بالغصب الكبير صادق. بدهاش لا تعجل، افتح مدرسة بسكر سجن، الإنسان عندكم أرخص من الفجل. عفكرة المسجون زي المش مسجون، زي ما في حرامي برا في حرامي هون. في الشهم في النتل في المظلوم، في الظالم في القاتل في المجنون، في العاقل في الخاين في المدعوم. اسمع هيو عام بار جيم هون. ما حدا بنولد من بطن أم عاطل يخلف على المجتمع اللي خلى الحال مايل. أنا المسجون زمان زي الطير طاير بحرية وهسه بالعمر مكسور الخاطر. ما حدا بنولد من بطن أم عاطل يخلف على المجتمع اللي خلى الحال مايل. أنا المسجون زمان زي الطير طاير بحرية وهسه بالعمر مكسور الخاطر. في الحلقات السابقة. إلك رسالة مستعجلة من أخوك. في مسائل ما بتحتمل التأخير، عم تظهر معانا أدلة ممكن تساعدنا على إعادة المحاكمة. ما زارتك صح؟ زارني هون. آدم بدي إياك تدير بالك على حالك، أنت هون مش يوم ولا يومين. واللي بيجي فيه ببلعه إياه. والحساب مين؟ الحساب والطواقي اللي ناهبني أنا وإياك وإياه؟ رحمة الله عليك يا أبو. الفاتحة يا أخوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ريتني محلك وتعقب ماشي انت.
تسمح لي اقطع خلوتك؟ بسم الله عليك. هلا بالجوكر. مساء النور يا شباب. مساء النور. اول هير قالوا لنا هارون هارون هارون، لمسونا فيك، فكرونا لك انياب ومخالب، طلعت بتربي حيوانات اليفه وقلبك طيب وكافي خيرك شرك. والمطلوب يا جوكر؟ يعني بلا مؤاخذه، اعرب لي هارون بجمله مفيده. الناس طايشه على شبر مي وبتشوف الاشياء زي ما بتحب تشوفها. بلا مؤاخذه قل لي شو قضيتك؟ مصلح اجتماعي بس من النوع السريع، ما بطول ولا بصلح. شو عدل القانون ولا هذه تهمه جديده؟ قل لي كيف بتصلح. اللي ذنبوا اعوج بعدل له اياه بطريقتي، واللي ما بنزل لي من زور بدعس بطنه وبخلص الناس منه وبخلص من شره. اي هاي الاصلاح ولا بلاش؟ اي هاي الحكي الحلو يا رجال. اي في ناس بجيش محل اصلاح الا هيك. اقول لك هذا الحكي الحلو وباي ابو الهرهير. يا شاويش يا شاويش، وين الشفرات؟ شو شاويش ما شاويش؟ قل لي جوكر، ما بحب كلمة شاويش. هاي الشفرة. وين الشفرة الثانية؟ هلا بجيب لك اياها، هات بسرعة. شو بدك؟ قول نعيما يا زلمة. بلا نعيمة بلا أعراف، حل عني. هاي الشفرة الثانية. ورقة. وهي الورقة. بصمت؟ ايه بصمت. احنا في عندنا غير البصيم، أحسن ناس بنبصم. معلم جهاد، حملني عنك شوي، في بعيونك كلام. بحكي لك جان جاك روسو، الصمت الطويل هو الطريق إلى الحزن، لأنه صورة للموت. أفلاطون، الله يرضى عليك، أنا مش حمل تنظيرك. بعدين صاحبك روسو لما حكى ما كان عامل حساب اللي أنا فيه. القلق، انت قلق مش بس حزين. على كل حال اذا قررت انا موجود. يا ترى وين ودوا حيدر؟ يا ترى وين ودوا سعيد عرباي؟ معقول طلع منها؟ ممكن، من يوم جلسته ما رجع. الشويش كمان طول. فكرك برجع لهون؟ بس يرجع لعقله أول. أهون له ما يرجع لعقله، لأنه راح يذوق الموت البطيء من وجع قلبه. لطفك يا رب، إن الله غفور رحيم يا شباب. آدم، ما تسرح كثير، خلي الأمور تفسر حالها بحالها. في سهم كبير رح يدخل من ظهرك ويطلع من بطنك، رح يوجعك وجع كبير، بس في ايد ساحرة رح تيجي وتنسيك الوجع ولا كأنه كان. فعلا الشيخ عمران هو هيك، بس يعني انت شو عرفك بالحكي هذا ليكون هيك بتشوفه قدامك مكتوب على الهواء؟ لا، بدك اياني اكشف سر اسيادنا؟ العفو منك، بس انت بتحكي حكي بالعزل مخ. اخر كلامي، كثير مرات بتصحى بيكون في وجع براس معدتك وبيجيك العيان. مية مية. وبكون وجهك اصفر. انت كيف عرفت اصلا؟ انا فيش حدا بيعرف عني شو هون في العنبر هذا. يعني جد شو هذا؟ شيء غريب يا اخوان. داري 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 لا دوري يا جماعه، الكل راح يجي دور. خليكم حلوين معي
وتركوا الباقي علي. حبيبي انت شيخ، شو رايك اجيب لك سندويش بعد ربع ساعه؟ ولا احكي لك جيب لي؟ والله بلشت اشت انا واستخمص. لو تعيش معانا بس كم يوم، راح تعوم على عومنا عوم، ما راح تنسى اللي بتشوفه لا بالصحوه ولا في النوم، تخويته مسخره وهبل وخذ لك مصايب بالكوم. يلا يا شباب طابور طابور، واحد عنده اشغال اليوم، صف لي على الدور بسرعه. ولا يهمك يابا ولا يهمك، على راسي تأمرني امر. يلا نشاط شباب، انا من اليوم الشويش وبحبش المزح، الشويش هذاك الله يسهل عليه، الجوكر من اليوم هو شويش العنبر، وصفوا لي على الدور عشان تطلع اشغال. يلا اشوف. يلا نشاط عليك. يلا يابا يلا 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 شباب، يلا الحلق شوي. يلا يسلم عليك. يلا شوف، الله يرضى عليك، الله معكم. حرك وموقعين وراي، بروح تشمس. نعم خلاص بساعدهم. يلا خليه يتشمس، الله معكم يابا. بكفي وضح غيرنا مش احسن منها ولا اذكى. اذا اللي ببالي اكيد بتحلم. اي حقيقه ممكن تبدا بحلم، ممكن تنتهي بكارثه، وممكن لا. انا معك بس كيف؟ يومين بس بطبخها براسي وبناكلها سوا. ليش انا مش غيره؟ اولا انك ما بتثرثر كثير، ثانيا في شيء مشترك بيناتنا، احنا مكاننا مش هون. يلا استرع عليك يا زلمه. يا رجل اتسوح ظهري يا زلمه، مشان خلق اخلص. شيل بضمير، شيل بضمير يعني. يلا شيل ضمير وزي حميك. طب والله بس لحك بهاي بحكي لك هسه. يا ما معصب انت، هذا اللي فالح فيه. بسرعه خل نخلص. يلا يا زلمه. آدم. هاي يعني. لاحظ ان اليوم نصار، ايش في جوه؟ اذا مين فينا قادر يضل في الجو؟ تحكي جد انت؟ طب شو مالك انت؟ طيب كنت تستنى بزيارتها؟ ما راح استنى. أكبر نعمة الواحد يكون عايش مش مستني حدا ولا مستني إشي. شيل المسامير. مهلك يا زلمة. آسف والله ما شفتها. شو يعني مش بالعمدن؟ لا والله مش بالعمدن. كل هالرجل مش شايفها؟ هدي يا زلمة. شوف علي حبيبي. ترى أنا مش شايفها كلك حتى أشوف رجلك. هسا خليك تشوف. نعم. لا 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 قبله وحد الله شو ماله. اقول لك اليوم شيء الله يستر. ما
الحلقة الأولى من برنامج صوت العنبر. في الحلقة الأولى معنا أصوات ذهبية، أصحاب حناجر خرافية، زعران عنبر جيم. أما بالنسبة للجنة التحكيم فمعنا ثعالب السجون، الفنانين القدماء، الفنان نصار القملة، الفنان الجوكر بلال، والفنان العالم أفلاطون سميح. المتسابق الأول، متسابق عانى كثير لما وصل موهبته معنا لهون، لف 14 سجن، 14 قضية، 14 مشكلة، عبيل ما جاب موهبته قدام هالفنانين العمالقة. بترككم مع المتسابق الأول. ما أحلى أن نكون في سجن واحد، في سجن واحد، في مهجع واحد، في مهجع واحد، اللحم للوزير والعدس للنزير. الله 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 الله. يا جملة يا زعيم نورت عنبر جيم. برافو جوكر، أحلى واحد بلال، أحلى واحد. ليش مش عاجبك أنت؟ يا سلام يا سلام، حلو هاي الحجرة الماسية، أنت في فريقي حبيبي أنت. بالله عليكم بتلفوا لهيك صوت؟ أي والله طبل الدان انخزقت من وراء. إيه منيح ما خزقلك الدرمز تبع دانك. لا 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 لا، وبعد ما أظهر لجنة الحكام بصوته وتدبحوا إنهم يغدوه، قرر إنه يحتفظ بموهبته لحاله وينسحب. شكرا أستاذ رافي، تحية لرافي، تحية لرافي، تحية لرافي. الموهوب دائما نهفة النهفات، صاحب النكتة. تخرم فيها شو يعني سمع؟ خلينا ندخل بالجو مسحين. اصحاب السوء لحقوا علي وضيعوني. اخوي حاجة أبون وسابوني. عارف يا ميني من سيماني. طلعوا برا يا عيب، يا عيب بيني وسطك من وليتها، يعني قضيتوا عبطتون وقضيتوا عبي الفم والفنانين انتو، يعني 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 نافي اعمل صوتي، اعمل صوتي، انت احكي اعمل صوتي. احلى تحية للفنان طه. والان مع المتسابق الثالث، المتسابق الاخير، صاحب الصوت الرفيع ذو الاحساس الرائع، المسطول دائما وابدا. لا سبب تزعل وتجرح بالكلام، تقلب الدنيا. الله معي معي معي، لا معك ينفع عتاب ولا ملام. الله 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 لا سبب تزعل وتجرح بالكلام. هو برافو. لا معك ينفع عتاب ولا ملام، وين اسافر انت والدنيا يا قلبي علي، وانت غير الناس عندي وكل شيء. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله،
صوت، حضور، ذنين، عينين، مناخير، كلك جيد، أربعة جيد. على العالي صوته بشحط، وعلى الواطي بده تزيد. حبيبي انت اجمل صوت مر اليوم بالعنبر، اشعرت بدني. برافو برافو برافو. صراحه مش عارف شو بدي احكي لكم، انا كثير خجلان منكم. ايه. حبيبي لا تخجل، قرر. انا لا تخجل. انا لا عندي، انا حكيت لك اربعه جيد. انا بعتذر منكم بس راح اختار استاذ امله لانه حكى عني. بتشرف لي فريقي. حبيبي انت حبيب، وانت هلا بدنا نسمع النجم النجوم الفنان الجوكر فلان. الله تحيه يا فلان. على ام المناديل، على ام المناديل، على كل شباب العنبر اسمعوني منيح، ما بدي احذركم وما بدي احكي كمان، لكن كلكم عارفين شو بدي احكي. هيرجع لكم داود العقرب وما بدي اي حدا يحتك فيه. مفهوم؟ مفهوم. شو يا عنبر جيم، الغايب ماله نايب عندكم يا صحابي؟ وبشوف سرير العقرب خربش، ليكون مش عاجبك يعني. وفي ضيوف جديده كمان عنا، نور نور يا ضيف يا جديد. شو بشوفك زي البس سبعة رواح يقطعك، هذيك اليوم كنت تفرفط بين ايدي. انقل على فرشتك عقرب. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اطلع على سريرك ولا تبلش بحدا، لساتك تعبان. انا بخير وكل العنبر بيعرف هذا الحكي، ورجع لكم اقوى من الاول كمان. عقرب اما شفتك حبيبي انت، يلا فوق. ببحلك. هالعقرب ودي احمد. احمد شكله راح عبى سم ورجع. والله شكله ما تربى من الطعن الاولى يا حاج. تربى وبتلقى غير. خايف. عصم عصم بدي خدمة. أنا عصم علم هارون. ابشر تفضل. اللي دخل هذا ريحته مش عاجبني، وأنا بعرفش أنام إذا كانت الريحة عاطلة. والله هذا يا معلم هارون أزنخ من الزناخة، بس مش بإيدنا، مطعون وتو جاي من المستشفى. تسلم إيد اللي طعنه. ازقرت. آه والله إن ازقرت. ولا عليه ما أبي أخو. يعني ما بشوف السعادة إلا معها. مدات السعادة بتكون قدامك بتتسلق الجبال بتدور عليها. روني أنا بحبها، ما تحكي لي الحب أعمى. إذا حب أكيد مش أعمى، أنا بعرف شو الحب. أنت مش عاشق، أنت مبهور
لبس ومصاري وسيارة ودلع. رانيا اللي كان بيني وبينك يمكن ود، يمكن تقارب، ارتياح، بس اللي بيني وبينها اشي مختلف. الارتياح مش اشي بسيط آدم. انا رح ابعد بس رح ضل قريبة، بتمنى تخلص لك بحجم حبك إلها. سلام. علي، انت مو ملاحظ انه انت من مدة بطلت تسمعني حكي حلو؟ وانت مش ملاحظة انه امي في خطر؟ ومش ملاحظة انها بين الحياة والموت؟ كيف بدك اياني اسمعك كلام حلو؟ ملاحظة، بس اللي ملاحظته اكتر انه كل موضوع عم نحكي فيه امك بتنطلي بالنص. كيف ما بعرف؟ امي بتنطلك بالنص؟ امي مش بالنص، امي فوق على راسي. واصلا هيك حكي انا بيني وبينك اي نقاش، صار لازم اروح. انت عم تفهمني غلط. بالعكس انا فاهمك كتير صح. واصلا انا من زمان بدور على فرصة عشان احسم الامور فيها بيني وبينك. الحمد لله أنا أجت. سلام. علي، يا علي. نصار جيتني بوقتك، إلى كل الذيب. مش عيب؟ خس الذيب إلي طبعا. أنت بتعرف إنه حسابك صار قمات عندي؟ صحيح. وأنا بجرد قلم بمحي كل الديون اللي عليك. مظبوط، صحيح، بس فهم. اسمع، في معي هالأمانة بدي إياك توصلها لنعنبر جيم جوبا. صار. أنا لو إني ما بعرف إن أنت مين ما بعطيك هالأمانة. انت ليش رحت على المحامي؟ انت ليش متضايق وشو فيها يعني لو رحنا زرنا المحامي؟ في اشي انا مو فاهمته. بابا انت لازم تطلع من هون. انا بدي اعرف، بدي اعرف شو دار بينكم. ولا شيء، بده اياني اتذكر بالضبط انت ليله الحادثه اي ساعه روحت على البيت. شو حكيتي له؟ حكيت له الحقيقه مو قبل الساعه 12. ليش تحكي له هيك؟ ليش؟ انا كنت في البيت الساعه 11 متاكد. انت مش مركزة. لا انا مركزة، المسلسل اللي بتابعه بيخلص الساعة 11، بعديها رحت طلعت على المرحومة بغرفته ودخلت نمت وانت لسه مش مروح البيت. بابا احنا منحبك وانت اكيد رح تطلع من هون. جهاد انت من شو خايف؟ هو ضروري كل البنات يتزوجوا؟ أنا بدي أشتغل، بدي أنقذ حالي أنا وإخواني من اللي إحنا فيه وبس. على الحساب كان مستهتل عليكي، شو صار معك؟ ما تشغل بالك بالموضوع، خلص ما عاد بدي إياه، ما ارتحت له. الله يعوضك أحسن منه. بابا ما بحب أشوف الكشرة على وشك، اضحكي. تسلم لها الضحكة، إن شاء الله تدوم الضحكة على وشك. المهم
كيف بتشغل وقتك بهالمكان؟ الوقت بيشغل حاله فيي، اسكتي، كل يوم بحضر فيلم سينما. منيح، من طول عمرك بتحب الافلام. بس الافلام هون غير، كل فيلم في اللي فيه دور. ماما انت ليش ما بتطلب اشي؟ شو محتاج اشي خاص اجيب لك اياه؟ اطلب. كل شيء موجود هون، كل شيء بخطر على بالك. كلامك دايما في من ورا كلام وسيم، تخوفني ماما. ما تسمحي له يرجع البيت؟ انت اكيد انجنيت، هو اصلا بيسترجي حتى يتصل. طول عمر كان بيسترجي. طول عمره. انت ما رح تضل هون ماما، ان شاء الله عن قريب تطلع. المهم انك بخير. تفضل اشرب. تفضل. يزيد فضلك، طول عمرك. خلينا اياك عن جهاد. اهلا وسهلا بالشباب. وهاي عرفناك على سكان العنبر. خلطة مش بسيطة صح؟ أنا ما بحب الخلطات، أنا ما تعودت عليها أبداً. أنت عملت اللي عليك، هذا مش زينا، هذا صنف لحاله. يا جماعة، من شب على شيء شاب عليه، وهذا اللي أجانا. أحسنت فأفصحت. اشرب شاي. اشرب اشرب. الله لا يرد حدا. انت ما راح تتربى، سمك راح يضل مسكوب فينا. شو في يا زلمة؟ ارجع من هالعنبر. زلمة ايش مالك؟ فينا بكفينا يا زلمة. علي شو في؟ وقول لي شو في. كب مي على تختك. شوية مي وبتنشف يا زلمة. يا زلمة تحكيك شغلات ما بدنا نعمل فيه. يا زلمة اقول لك خلينا نتدرب. خلص يا زلمة. خلص يا زلمة. وانت التاني اطلع فوق، اطلع فوق. والله ادوس لك اياه. انت عندك ولا؟ خلص يا زلمة، روح يا رجل. لا كل يوم بس تضربه يا زلمة. تمام. Yeah.
شايفه مسجون يا معلم. مسجون خلاص مين احنا يا ابو علي؟ انا سعدي. خلاص مين احنا؟ خلاص خلاص لك وجهه بس. يلا يا هلا بيك بالعنبر اللي جوا اللي هو مراي من السجن اللي برا. تعالوا دوق طعم الحياة المرة، ما حتشوف النور عنا مسود بالمرة. من ورا مجتمع فاسد كمان ضميره فاقد، اللي لبعضه حاسد وعلى الخير سادد. مال الفقير سارق والمسكين ساكت بالغصب الكبير صادق. بدهاش لا تعجل، افتح مدرسة بسكر سجن. الإنسان عندكم أرخص من الفجل. عفكرة المسجون زي المش مسجون، زي ما في حرامي برا في حرامي هون. في الشهم في النتل في المظلوم، في الظالم في القاتل في المجنون، في العاقل في الخاين في المدعوم. اسمع هيو عام بار جيم هون. ما حدا بنولد من بطن ام عاطل، يخلف على المجتمع اللي خلى الحال مايل. انا المسجون زمان زي الطير طاير بحرية، وهسه بالعنبر مكسور الخاطر. ما حدا بنولد من بطن ام عاطل، يخلف على المجتمع اللي خلى الحال مايل. انا المسجون زمان زي الطير طاير بحرية، وهسه بالعنبر مكسور الخاطر.